أكيد هي مباراة مهمة بالنسبة للمنتخب المغربي، لأنه هو التحدي الأهم والمباراة الكبيرة بالنسبة للمنتخب المغربي في ظل يعني الأداء الذي لم يكن مقنعا بشكل كبير أمام منتخب جزر القمر في المباريات في المباراتين الماضيتين. أعتقد أن إرفيرونار أمامه فرصة مهمة جدا لاستعادة ثقة المغاربة، ولكن يعني في ظل يعني تواجد عدد من الأسماء التي لم تقدم شيء الكثير في آخر مباراتين وتجديد الثقة يعني في بوصوفة ودرار اللذان كان يعني خارج الفورمة في آخر مبارتين، نتمنى أن يكون الدعم الجماهيري مهم جدا في هذه المباراة ويحقق المنتخب المغربي الانتصار والتأهل المستحق والمبكر لبطولة أفريقيا 2019، لأن المنتخب المغربي والكرة المغربية والجماهير المغربية في حاجة ماسة للتأهل لكأس أفريقيا. أكيد الوصول لكأس العالم للمرة الخامسة أمر مهم جدا بالنسبة للمغاربة، لكن المغاربة يريدون اللقب الإفريقي الغائب عن خزائن يعني الكرة المغربية منذ عقود، ونتمنى إن شاء الله يكون الأداء مبشر ويكون كبير جدا أمام المنتخب الكاميروني الذي يعتبر الامتحان الأهم والأبرز للمنتخب المغربي في منافسات يعني تصفية كأس أفريقيا 2019. هي مباراة بأهداف يعني عديدة، أولها أننا خصنا نضمنوا التأهل ديالنا لكأس أفريقيا كاميرون 2019، ثاني شيء هو أن المنتخب الوطني المغربي أمامه حاجز إن صح التعبير حاجز نفسي اللي هو الانتصار على فريق الكاميرون. لا يخفى عليكم من 11 مواجهة 8 مرات اتصل علينا الكاميرون، 3 تعادلات، وبالتالي كتبقى الكاميرون ما نقولوش العقدة ولكن من المنتخبات التي يضرب لها ألف حساب على المستوى الأفريقي وتشكل عائق بالنسبة للمنتخب المغربي، هذا من جهة. من جهة أخرى الآن كما قلنا دائما في مباريات عديدة ردت فعل المنتخب الوطني خصوصا بعد عودة العميد بن عطية، مرة أخرى سوف نرى يعني طريقة تفكير هيرفيرونار من خلال هذه المباراة على أساس أنها مباراة قفل داخل المجموعة، وبالتالي حتى على مستوى اختيارات هيرفيرونار حتى على مستوى نظرة هيرفيرونار لمستقبل المنتخب الوطني، ربما من خلال معاينة المنتخب تأخر شيئا ما في إيجاد البدائل، وبالتالي عاد مرة أخرى للعناصر الأساسية التي لعبت المونديال، وبالتالي فالبحث ما زال جاريا على عناصر أخرى بديلة. على الأقل مباراة الكاميرون سوف تكون مقياس للمنتخب لحد الآن من أجل تعرف أين وصلنا في المنتخب الأول. أعتقد بغض النظر على أهميتها من ناحية النتيجة، المباراة عندها أهمية أخرى تتجلى في أنه رونار الآن هو محتاج لأداء ولنتيجة لاستعادة الثقة داخل المنتخب. بعد مونديال روسيا لاحظنا أن هناك فتور على مستوى أداء المنتخب، هناك تراجع كذلك على مستوى المنتخب، وكذلك غياب مجموعة اللاعبين التنافسية، وهذا أدخل المنتخب المغربي في مرحلة شك. وأعتقد بأنه المواجهتين مع جزر القمر فأثبتوا بما لا مجال للشك بأن منتخب وطني ربما دخل في مرحلة فراغ. نتمنى أن هذه المرحلة يمكن أنها لا تطول، ونتمنى كذلك أنه مباراة المنتخب الكاميروني تكون هي المحطة لاستعادة الثقة وكذلك لإثبات بأن المنتخب الوطني ربما هذاك التطور اللي كنا كنهضروا عليه في الأداء ديالو ما كانش فقط محض صدفة ولكن كان نتيجة عمل وكذلك واحد الأسس اللي مبني عليها هذا المستوى.